طبيعة الحال فكنظن مباراة الكأس كتكون صعيبة، خاصة مع فريق من حجم الرجاء البيضاوي، الفريق اللي خصم كنظن عنيد، تاريخ كبير، يعني اللاعبين ديالنا اليوم كانوا متحمسين باش يلعبوا مباراة في المستوى. كنظن بأن اليوم فريق الرجاء البيضاوي بعد الهزيمة ديالو في أكادير اليوم كان عازم باش يرمي جميع الأوراق ديالو في المباراة، دخل بلا فورماسيون كومبلي ديالو، خلقنا مجموعة ديال المشاكل، اللاعبين كانوا منضبطين تكتيكيا، يعني كنظن بأن لانيماسيون ديفونسيف كان بريمير ميطون يعني متحكمين في المباراة، ما كانوش فرص كثيرة، كنظن ضربة الجزاء اللي مشكوك فيها كنظن شوية كانت مؤثرة بالنسبة لنا. دخلنا الشوط الثاني من مجموعة ديال التغييرات، حاولنا نسجلوا هدف التعادل، ولكن كنظن بالتجربة ديال اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي والممارسة ديالهم كنظن بأنهم كانوا في المستوى، حاولوا يسيروا المباراة حتى الأخير. كنظن بالنسبة للفريق ديالنا اللاعبين ديالنا قدموا مجهود مشكور عليه، يعني هزيمة ضد الرجاء البيضاوي في دور الكأس، فكنظن خرجنا مرفوعي الرأس، كنتمناو نداركو في مباراة البطولة لأن حنا في التنافسية من أجل الصعود، كنتمناو مباراة هاد المباراة متأثرش على المستوى البدني يوم الأحد في مدينة العيون، وحد موفق لفريق الرجاء البيضاوي. اليوم كنظن بأن شرفنا برشيد والمسؤولين واللاعبين يشكرون على المجهودات ديالهم. واضح كوتش اللي ما كانش الشهر ناخذوا كنظن بان حتى اللاعبين اللي شاركوا معنا في 19 مباراه فكنظن كان حلم بالنسبه لهم يشاركوا في مباراه الكاس رغم العياء رغم كل شيء، يعني كنظن بان كون اليوم اختارينا بدائل اللي ما تيلعبوش كنظن بان اون فا بيردر ليسبري دو جروب، اللي كتعرف ان اللاعبين العقليه ديالهم يقول لك جيتي المباراه ديال الكاس العرش اللي هي جد مهمه وما لعبش فيها، يعني كان عندنا انا رمادو ترونشو حاولنا نسايرو اللاعبين لعبوا كانوا تغييرات في المباراه، وكنظن بان الفيكسيف عندنا تري ريدوي حتى الانتدابات ليفرنال ما سمحوش لنا، بقينا خمسه لاعبين ما كاينينش. كنظن بان الان نساو مباراه كاس، مبروك الفريق الرجاء البيضاوي، كنحاولوا نسيروا هذه المباراه المتبقيه، كنظن بعد مباراه المسيره كاين اسبوع راحه، غادي نحاولوا نستغلوه باش نحاولوا نستعدوا لعشر المباريات الاخيره اللي غتكون جد حاسمه. ما تفكرش السؤال الثاني؟ اذا